بسم الله الرحيم. اول حاجه هنتكلم عليها في الفوتوشوب النهارده هو ازاي ان انت تفهم بس يعني ايه الفوتوشوب بيشتغل، والفرق ما بين حاجه اسمها راستر وحاجه اسمها فيكتور، ويعتبر ده اساس الجرافيك في الكمبيوتر جرافيك. يعني احنا الكمبيوتر جرافيك او اي صوره هتبان على شاشه الكمبيوتر يا اما هتكون حاجه من الاثنين، يا اما هتكون فيكتور يا اما هتكون راستر. تمام. فاحنا لو جينا كده فتحنا صوره من الصور اللي معانا، ناخد مثلا صورة زي دي كده ونيجي ندخلها جوه الفوتوشوب، دراج ودروب الصورة هتخش جوه الايه؟ جوه الفوتوشوب. تمام. فاحنا لو جينا عملنا زوم على الصورة دي كده لغاية لما نشوف أساس الصورة اللي هو اسمه بيكسل، أساس صناعة الصورة اللي هو البيكسل. فممكن أعمل زوم من هنا، أو ممكن أجي من هنا من إيديت، أجي على حاجة اسمها بريفرنسز، اجي على جنرال، اقول له اعمل لي زوم ويز سكرول ويل، يبقى السكرول ويل بتاعت الماوس هي اللي هتبتدي تعمل لي الزوم، وهبتدي اقول له اوكي. مجرد ان انا بستخدم السكرول ويل كده فبيحصل ايه؟ زوم. دي طريقه من الطرق السهله اللي انا اعمل بيها زوم ان وزوم اوت، وبتتعمل مره واحده في الفوتوشوب، وبعد كده الفوتوشوب بيبقى بيسجلها على طول، وبتسهل في الايه؟ في الشغل جوه الفوتوشوب. طيب انا هبتدي اعمل زوم كمان كمان كمان. بص هبتدي في حاجات بنات معايا كده مربعات، كمان 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 كمان، اقصى حاجه زوم. هلاحظ ان الصوره ابتدت تتكون من مربعات، كل مربع واخد لون. المربع ده الواحد اسمه بيكسل، وكلمة بيكسل هي اختصار بيكتشر بير إليمنت. تعالى نكتبها، كلمة بيكسل، وهتلاقيها منتشرة أوي الكلمة دي في المواقع النت أو الناس المهتمية بموضوع الجرافيك، اسمها بيكتشر بير، بير يعني في إليمنت، إليمنت يعني العنصر. فخدوا البي أي والإكس والإي إل وعملوا كلمة ايه؟ بيكسل. يبقى البيكسل هو عبارة عن ايه؟ عن وحدة بناء الصورة جوه الفوتوشوب او جوه اي برنامج بيتعامل جوه الويندوز، هو البيكسل او اي نظام تشغيل تاني. يبقى الصورة كل ما بيزيد فيها عدد البيكسلز دي كل ما الصورة بتكون احسن. ليه؟ لان تدي دقة اعلى. لو نلاحظ ان البكسل هو عبارة عن مربع، هو البكسل عبارة عن طوله زي عرضه، وما بياخدش غير لون واحد. يعني لو قعدنا نبص في كمية البكسلات اللي موجودة قدامنا دي كلها كده، مش هتلاقي بكسل واخد لونين او جريدينت ما بين لون ولون او نصه احمر ونصه اخضر. هو البكسل هو عبارة عن لون واحد وفي نفس الوقت البوزيشن بتاعه معروف، وعشان كده تبتدي الصوره على الكمبيوتر تبتدي تتبنى. طبعا واضح ان البيكسل صغير جدا، يعني انا عشان خاطر مثلا اشوف السحابه اللي على الكره الارضيه دي لقيتها بص مكونه من بيكسلات، مش كلها ابيض، ده في ابيض وفي بني، بس في الاخر لما بصيت لها من بعيد ادتني صوره الايه؟ ادتني صوره السحابه. طيب اي صوره هندخلها جوه الفوتوشوب هيبتدي ليها البكسل الاولاني خالص اللي هو بيبتدي في الكورنر فوق الشمال اللي هو البكسل ده. لما نيجي نزوم كده في هنا واحد اهو، صح؟ هو ده البكسل الاولاني. الصوره دي واخده برواز، يبقى ده هو ده البكسل الاولاني بتاعها اللي واخده برواز ابيض حوالين الصوره.
ففتحنا صورة تانية طبعا. دلوقتي انا لما دخلت الصورة عايز ادخلها في نيو دوكيومنتيشن، فبسحب كده وبعمل حاجة اسمها دراج ودروب. تمام، لو عملت دراج ودروب في الحتة الفاضية دي تتفتح لي في نيو دوكيومنتيشن، لما بعمل دراج ودروب في النص تتفتح على الصورة اللي موجودة ايه عليها. فانا عملتها دراج ودروب كده، فانا عندي ايه صورة تانية اهو، وابتدي ان انا ازوم فوق على الشمال. هو البكسل ده البكسل اسمه رقم واحد، ده البكسل اسمه اتنين. بس لازم نعرفه ان في الصف الاولاني العمود الاولاني، فهو بيعمل ايه عشان يقرا الكلام ده؟ فبيسمي ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، ويسمي هنا نفس الكلام برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ممكن تعد لغاية لما توصل لغاية كام؟ 56. لا، لغاية 1000 2000 3000. بص تقعد تعد. طب انا هقعد اعد كل ده؟ لا، ما هو الفوتوشوب ممكن يعدهم لي، يعد لي كام بيكسل كده في الحتة دي وكام بيكسل في الحتة دي، او بمعنى صح كام بيكسل في العرض وكام بيكسل في الطول. انطلع نقول له image size، فهو لقى لي ان الصورة دي عبارة عن 799 بكسل في 486 بكسل. تعتبر الصورة دي من الصور اللي الريزوليشن بتاعها ضعيف، لان هي البكسلز ده عددها قليل والبكسل ده عدده قليل، وكمان في حاجة اسمها الريزوليوشن دي هنتكلم عليها قدام شوية، الرقم ده برضو ايه قليل. فالصورة دي في الطباعة هتكون مش حلوة، بس على النت هتكون كويسة لأن هي خفيفة كمساحة أو ككيلو بايت واخدها من على الهارد. في الطباعة ما يهمنيش المساحة واخدها على الهارد، بس المفروض الصورة تبقى هاي ريزوليوشن عشان لما أطبع أشوف الصورة بإيه، بكواليتي إيه عالية. طيب معنى كده إيه بقى؟ معنى كده إن الفوتوشوب، تعالى بقى كده ما نفتح كده فايل نشخبط فيه كده، معنى كده ان الفوتوشوب بيتكلم ان في هنا بيكسل ودي له رقم واحد وهنا رقم واحد، في بيكسل جنبه يدي ده رقم اتنين، بس يبقى اسمه بقى ايه اتنين واحد وهكذا. في بيكسل كمان هنا ده رقم تلاتة، وفي بيكسل كمان هنا رقم اربعة، لغاية لما احنا قلنا مثلا الصورة ممكن تتكون بآلاف البكسلات. ده البكسل رقم ألف. وكذلك في بكسل كده وبكسل كده وبكسل كده، ده رقم اتنين وده رقم تلاتة وده رقم أربعة، وكذلك في بكسل هنا صح؟ وهكذا بقى الصورة بقى تتبنى. ده مثلا البكسل رقم مثلا 2000، تمام. فالكمبيوتر ما يعرفش حاجة اسمها صورة، صورة تفاحة ما يعرفش، صورة وردة ما يعرفش، صورة بني آدم ما يعرفش. هو اللي يعرفه الكمبيوتر أرقام، فأي صورة هتتقرأ على الكمبيوتر عبارة عن أرقام. هتقول لي إزاي الصورة تتحول لأرقام؟ هي الأرقام ممكن توصف الصورة؟ أهو الكمبيوتر بيفهمها كده. هو عبارة عن البكسل ده عبارة عن رقم، يحط الأرقام دي جنب بعضها تتقرأ بسرعة معينة يقرأ لك الصورة. عشان كده الصورة دلوقتي الديجيتال ممكن تبعتها في إيميل، وممكن تحطها على الفلاشة، وممكن تبعتها في الموبايل، فتبعت بأرقام وتترجم لصورة زي الشطر. طب الصورة دي تتعامل ازاي كأرقام؟ يقول لك مثلا البكسل واحد واحد، يعني واحد كوما واحد اللي هو يعتبر ده، لونه يبقى شرطة كده
رقم، احنا قلنا الكمبيوتر ما فهمش غير ارقام، فلونه مثلا 128. هتقولي طب واللون ده يعني ايه اللون ده؟ ده لون رمادي. طب عرفت منين؟ هنقولها قدام شويه. هو اخر الالوان 256 تمام، ونحطها ما بين ايه قوسين كده، يبقى دي معناها ايه؟ ان البكسل اللي في الصف الاولاني العمود الاولاني لونه 128، فيخلي ده يلونه رمادي وهكذا. البكسل اللي في الصف الاولاني العمود الثاني لونه ابيض، يبقى 255. البكسل بقى اللي في الصف الثاني العمود الاولاني لونه 132. خش اللي هو فين؟ اللي هو ده، ده البكسل اللي في الصف الثاني العمود الاولاني، وده في الصف الاولاني العمود الثاني. طب ده يبقى ايه بقى؟ بالظبط كده 2.2 لونه مثلا 140. اقصى حاجه تكتبها 255. صفر يعني معناها اسود. لو حطينا دي كده صفر يعني البكسل ده لونه اسود، يعني كله كده معتمد اسود صريح وهكذا. يبقى هو بيترجم الصوره لارقام بالشكل ده كده، اقواس كده تبقى تحت بعضها توصف الصوره. يعني معنى كده ان الصوره الصغيره اللي احنا قلنا عليها تعبانه دي، الصوره دي اللي احنا بنقول عليها الريزوليوشن بتاعها قليل، الصوره دي يكتب لها كام قوس من الاقواس اللي احنا شرحناها دي اللي هم دول؟ حسب البكسل بتاعتها. على حسب البكسل اللي هو عباره عن كام بقى؟ اللي هو عباره عن الرقم ده في الرقم ده، الرقم ده في الرقم ده. يبقى لو ضربت طبعا يبقى معنى كده ان الصوره دي ما شاء الله عباره عن ملايين الارقام محطوطه تحت بعضها عشان توصف لي بس الصوره زي دي. بس هو الكمبيوتر طبعا ما بيحسش بالموضوع ده، هو بيقراها بسرعه، فلما يجي يقراها يقرا البكسلز، فتبتدي البكسلز تترسم في الدين الايه في الشكل ده بسرعه. طب احنا لو جينا بصينا هنا البكسل ده كام في كام؟ احنا اتفقنا ان البكسل مربع بوكس او سكوير تمام، وليه لون واحد يبقى وان كلر. طب كام بقى في كام؟ هو ده اسمه الريزوليوشن، يعني طول وعرض البكسل. بدل ما هو مربع يبقى طوله زي عرضه، يبقى البكسل قد ايه؟ ملي، 2 ملي، 3 ملي، 1/10 من ملي. يبقى كل ما البكسلز ده حجمه يقل كل ما ايه اللي يحصل في الصوره؟ توضح. ليه؟ لان مثلا تعالى ما نشوف مثلا الحته دي فيها كيرف صح؟ لما انا ازوم هنا هلاحظ ان الكيرف ده ما بقاش كيرف، ده بقى ايه؟ بص كده سلالم صح؟ فكل ما البكسلز حجمها يقل يقدر ان هو ما بين كل سلمه وسلمه يعمل لي سلمه، كل ما بين سلمه وسلمه يعمل لي سلمه. فكل ما طول وعرض البكسل ده يقل كل ما الصوره تبقى اوضح. وهم عبروا عن الموضوع ده بحاجه اسمها الريزوليوشن. ايه بقى الريزوليوشن ده؟ تعالى كده ما نمسح كل ده كده. الريزوليوشن ده اللي هو بيقول لك هتجيب لي مربع انش في انش، يعني مربع من دي الصوره طبعا اللي ورانا، دي الصوره اهي اللي هي اتكلمنا فيها، وهنحط هنا 1 انش في 1 انش.
تمام. الواحد انش في الواحد انش ده هو هيدل على ايه؟ على كام بيكسل موجود جوه. اكن بالظبط كده بجيب ايه، مسطره بلاستيك متفرغه واحد انش في واحد انش، واحطها على الايه، على الصوره، وابتدي اقرا عدد البكسلات اللي موجوده جوه الواحد انش ده. اعدها، ادي بيكسل رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 في 7، دي البكسلات اللي موجوده ايه جوه. تمام. كل ما الرقم ده يزيد كل ما البيكس، ما خلي هي 1 انش في 1 انش، يعني انا مش بمط المربع، هو 1 انش في 1 انش بس. كل ما عدد البكسلات اللي جوه ال 1 انش في 1 انش ده يزيد، يبقى معنى كده بالبديهي ان المربع بتاع البكسل الطول ده بتاعه هيقل. تمام. فلو عندي هنا 72 بكسل، بعد ما ضربت ده في ده طلع لي 72 بكسل، معناها ان المربع بتاع البكسل ده حجمه مثلا ملي، ملي في ملي. لكن لما اقول ده 150 بيكسل بير انش، يبقى معناها ايه؟ معناها ان ده بقى نص ملي مثلا، لازم يقل طول ضلع مربع عشان يقدر يتحط العدد الكبير ده من البكسلات في نفس المساحه اللي هي ايه؟ ضيقه 1 انش في 1 انش. هو ده اللي مكتوب عندنا هنا اهو، ام سايز يقول لك هي عباره عن كام بيكسل بير سنتيمتر او بير انش. احنا طبعا في مصر بنشتغل بالانش في الطباعه والمطابع وكده، شغل بالانش، بيكسل بير انش 72. يبقى انا لو كتبت هنا رقم كبير 150 هيصغر لي حجم البيكسل اللي في الصوره. اقدر تقدر تكتب 150 بيكسل بير انش. بص هعمل ايه، هتبتدي الصوره تكبر كده مره واحده وتحس ان البيكسل بتاعنا صغر اكتر. كل ما بزود الرقم ده كل ما بيحصل فيه ان الصوره بت ايه، اسمها الريزوليوشن بتاعها بيزيد.